الكرة خطيرة، هنالك عملية مخالفة وخطيرة، وسيم نوارة بامتياز يعطي الأمان للدفاع، دفاع الترجي. نقطتين بين الفريقين لصالح ممثل كرة القدم التونسية، وهذه الهجمة الأخيرة كانت من أقدام صلابة دفاعية موجودة. وسيم نوارة يؤكد هذه الصلابة، حارس ثابت في مكانه يعطي الإضافة كما يلزم. نعرف كأس رابطة الأبطال الإفريقية تستلزم حضور حارس كبير مثل ما كان في العرين شكري الواعر وكذلك جون جاك تيزييه. الترجي صنع الربيع في تلك الأوقات وفاز بلقب كأس رابطة الأبطال الإفريقية 1994. الترجي سحب 47 لقب في خزينة النادي تاريخيا، منها 23 بطولة وطنية، 13 كأس محلية، السوبر التونسي مرتين 94 و2001. نرجع للوصف المباشر، الترجي على المستوى القاري طبعا كأس الأندية الإفريقية لأبطال الكؤوس 98 من الدرباري، وتزداد وتمر بجانب نوارة، رائع جدا حارس الترجي برشاقة بمهارة بشطارة ينقذ الترجي من هدف محقق بكل تأكيد. هذا وسيم الكبير والقدير، كورة خطيرة جدا كانت من ألان كالويوتوكا المهاجم الثاني لفريق تي بي مازيمبي، ولكن امتياز رائع لوسيم نوارة. موقف اللازم لكن تبقى خطيرة، وسادد كورة رائعة. اليوم نشاهد حارس الترجي كالعادة متألق وأكثر من العادة، وسيم نوارة يؤكد للجميع وأنه يستحق مكان في المنتخب التونسي بكل تأكيد. الرجل مستقر في الأداء، لولا الإصابات لكان لنوارة حسابات أخرى بالطبع. شوف الكرة الطائرة كونغولية، ولكن أروع منها كان وسيم نوارة اللي على مستوى القائم الأيمن يخرج الكرة من الشباك ويمحي هدف محقق لفريق تي بي مازيمبي. موجود في هذه الميادين الإفريقية، ولكن كذب المنجمون ولا صدقوا على كل. هذه هي الكرة لما تكون في غابة إفريقيا، أنت تنتظر كل شيء، هنالك الفنيات الفطرية، هنالك اللياقة البدنية، وكذلك هنالك الحظ. باتو كابانجو يعطي كرة ممتازة لولا تألق واضح لوسيم نوارة. وسيم نوارة حاليا حارس كألف في هذه المباراة، يعطي كثير من الثقة للاعبي الترجي للدفاع، خصوصا على اليسار اخطر اللاعبين. وهذه كرة يا وسيم يا نوارة، هذه كرة غدارة كادت ان تغدر بكل عاشقية الترجي والكرة التونسية. وتوغل لستوبينا سونزيو اللي وسع، والحارس نوارة خالد القربي، مجدي تراوي في الارتكاز، أريسون أفول، أسامة دراج، خطر المساكني يتحرك، الخطورة كاملة وخائفة. شفنا 47 لقب للترجي شيخ الأندية في تونس، فاز بكل الألقاب الإفريقية الترجي التي وضعت في الميزان تغطية دفاعية. زلولا سيحاول التوزيع، كزلولا اللي سدد، والحارس نوارة بامتياز، كرة غدارة من الغدار اليساري جون كازولولا، ونوارة كان بالفعل نوارة وأنقذ دفاع الترجي. هذه هي المباراة قد تلعب على جزئيات صغيرة، على إنجاز فردي، على هفوة على اليمين كابانجو الخطير والمكير، يدخل منطقة الجزاء، يراوغ، يسدد، وسيم نوارة. وسيم نوارة حقيقة يأخذ كل المسؤولية، عبء كبير في الدفاع لحارس الترجي، صامت كأحلى ما يكون أمام هجمات تي بي مازيمبي حامل اللقب الإفريقي. يبحث عن الكرة لكن وسيم نوارة يغلق المنافذ والزاوية، يصعب الأمور على كابونغو. هذه كرة خطيرة وإمكانية تزداد، و
بطل الابطال وسيم نوارة يعطي كثير من الثقة للترجي. الترجي يعاني، الترجي لولا وسيم نوارة. وسيم نوارة هو بالفعل الافضل في هذه المباراة من جانب الترجي. كرة سريعة، شوف المراوغات لكامونغو. وسيم نوارة حارس كألف، افضل خلف لاحسن سلف. شكري الواعر طبعا ياسين نوارة. الترجي اللي باش يقوم بالتغييرات، تغطية لوسط الميدان بثلاثة لاعبي ارتكاز. التسديد نفاذ عبر القارات، كانت باتجاه الحارس وسيم نوارة من المدافع إيريك نكولوكوتال. اليوم يلعب مدافع أيمن، لكن في الحقيقة هو متوسط ميدان هجومي، يحذق اللعب الهجومي كأحسن ما يكون. هذه كرة الغدر بالترجي، مرت بسلام لاعبي ارتكاز للترجي، والكرة والتسديدة وامتياز آخر.